صناعة الأبطال أو النجوم هو مشروع خاص تسهر الدولة على استمراريته، ففيهم كيشوفوا الشباب الصاعد راسهم وكياخذوا أمل باش يحققوا الأحلام ديالهم. بالمغرب منذ التسعينات ما بقيناش شفنا شي بطل أو نجم رياضي كبير ما عدا هشام القروش، حتى جانا بطل عالمي بل أسطورة في رياضة الكيك بوكسين، أصبح في لمح البصر ملهم للشباب حول العالم. قصة نجاحه وسط مجتمع هولندي لا يؤمن بالأجانب، الفتى الذهبي بدر هاري. يونس العناوي سكاليفي زاد بدر. يوم 8 ديسمبر سنة 1984 مدينة أمستردام الهولندية، من أبوين مغربيين الأصل، فالأب ديالو كان حاضر من منطقة هوارة والأم دكالية، فكان الطفل متأصل بالزيد بالتقاليد ومتشبع بتمغربي دواليده. في الصغر بدر ما كانش محب للمدرسة، فبعد ما سجلوا الأب ديالو بأحد نوادي الفنون القتالية ولا كيلقاه في لاصال كتر ما كيلقاه في المدرسة. هنا تولد شغف الطفل الصغير بالتمارين الرياضية وأصبح ضمن الأبطال الناشئين فريق سايطان جيم، النادي اللي تكون فيه البطل المغربي واللي سرعان ما غادي ينتقل لمدينة روتردام، فكان محتوم عليه يغير النادي وأصبح كيتدرب بالفريق الشهير شاكوريكي تحت قيادة المدرب توم هارينغ. هذا الأخير بدل بدر واكتشف فيه مميزات البطل اللي كيصارع داخل الحلبة وخارجها وسط المجتمع الهولندي اللي كيعرف إقصاء للجالية. فالسبيل الوحيد باش يصعد أي مهاجر هو مضاعفة العمل، وإما يكون بطل أو بطل ما عندوش خيار آخر. فكمل بدر الكفاح ديالو وربح بزاف البطولات المحلية وبدأ اسمه كيبان وسط أبطال الكيك بوكسين الناشئين بهولندا، لا سيما أنه أول لقب ليه بطولة هولندا في المواي تاي سنة 2002 وهو باقي ما كملش 18 سنة. لكن المسيرة الاحترافية لبدر أتبدأ سنة 2003 فين كان حاس براسه واجد وباغي الفرصة باش يتبت راسه قدام المدرب والجمهور. في نفس الوقت كان بطل ونجم الكيوان أليكسيا غناشوف كيقلب على بديل للاعب ميلفن مانهوف، فحتى واحد ما قبل يلعب ضده، شي اللي خلى بدر يكون أكثر من شجاع وتقدم ضد البطل اللي فيته ب 20 كيلو في مدة استعداد تقل عن 10 أيام. فأكبر المتفائلين كان متوقع سقوط الفتى المغربي في الجولة الأولى، لكن بدر قدر يدير مباراة كبيرة ويصمد حتى الجولة الثالثة فرغم خسارته بالكاو. A punch on the body of Badr Hari and that is very very painful either on the liver or on the plexus. فراه ربح الثقة وإعجاب منظمي الكيوان. Everything really started. Finally the fighters received their great burst and their good back kick there almost hitting the face of Ignacio. سنة 2005 بدر قرر تغيير المدرب طوم فالتحق بسايمون رودز، لكن ما طولش معه ليلتقي بالمدرب ورفيق الدرب لا يعرف ما النجومية والعالمية فيما بعد مايك باسيني أو البيج مايك. فبدأوا بالعمل والتداريب الشاقة للعودة لبطولة الكيوان اللي غتشهد على الهيمنة البطل المغربي، بداية بالانتقام من نجم بيتر جراهام في نهائي بطولة الكيوان سنة 2007 بعد خسارة مذلة سنة 2006 ضربة مخالفة تلقاها بدر وهو طايح أمام الحكم خلاته يخرج فاقد أعصابه. لكن الانتقام هو أهم حاجة وأقوى صفة في المقاتل المغربي، واللي ما تسناش لأكثر من 6 أشهر ليأخذ بالتعرف مباراة يعتبرها بدر الأفضل في مسيرته كلها. попадание и Хари пропускает удар
классической двойки не вышло. Если бы сейчас хук слева прошел, бой бы завершился. Но поединок продолжается. И навстречу Руслан пропускает страшный удар. Мы уже выучили наизусть этот нокаут, но этот бой вошел уже в классику K1. مسيرة تقريبا كلها انتقامات ومباريات حارقة. بطولة الكيوان، البطولة اللي فاز بها لثلاث مرات فوز تحت 100 كيلوغرام سنة 2007 و2008، ثم ثلاث ألقاب بطولات إتس شو تايم للأوزان الكبيرة سنة 2009 2010، وبطولتي عالم المنظمة الجي اف سي للأوزان الضخمة كأحسن بالماريس في تاريخ رياضة الكيك بوكسين، فتسمى بالفتى الذهبي وكان في أوج النجومية بهولندا والعالم. Не открывать голову. Вот так. Хусусан Бельябан. اللي صنعوا ألعاب بشخصية واسم بدر كهربون المحبة ودلالة على الشعبية دياله بمهد الكيك بوكسين. فطوال المسار الرياضي البدر كان دائم الانتقام، وفي كل مرة كثير الجدل داخل الحلبة وخارجها، لكنه بقى مخلص للوطن دياله وكان ديما كيلعب بالراية المغربية كهربون وفاء منه للبلد الأم دياله. سنة 2012، المنظمة المسؤولة عن بطولة الكيوان أعلنت الإفلاس ديالها، واتجه المستثمرون المنظمة كانت صغيرة نوعا ما كتواجد بسنغافورة فمولوها وخدات شهرة كبيرة وتعرفات باسم غلوري، المنظمة اللي وقعت عقد مع بدر هاري سنة 2015 وبرمجوا لقاء بينه وبين النجم الهولندي ريكو فيرهوفن عرف باسم كوليجن يوم 10 ديسمبر 2016، نزال اللي كان حديث جميع الصحف انذاك ومرتقب بدرجة كبيرة في جميع أنحاء العالم. فأخسر بدر هاري اللقاء في الجولة الثانية وتوعد بأنه غادي ينتقم في الكوليجن جوج واللي تبرمج سنة 2019، لكن للمرة الثانية بدر هاري خسر من نجم ريكو اللي كان متربع آنذاك على عرش الأوزان الكبيرة، فكانت خيبة أمل كبيرة للأسطورة المغربية خلاته يغبر لمدة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه بقى حاضر في القلوب ذي المحبين ديالو رغم ذلك كأسطورة مغربية عطات بزاف للوطن الأم. فخارج الحلبة بدر كان ملاحق دائما بشائعات من الصحافة الهولندية والمغربية أنه كيف تعال المشاكل ودائم الدخول في صراعات مع الناس بالعلب الليلية والفنادق اللي كيمشي لها، فسموه الفتى الشقي أو الباد بوي. إشاعات اللي ما أثرتش على علاقته بمشاهير العالم كالأسطورة كريستيانو رونالدو اللي كان دائم الزيارات للمغرب، كما أنه بدر كان دائم الحضور في مباريات النجم البرتغالي مع نادي ريال مدريد، ثم علاقته المتميزة برئيس دولة الشيشان المسلمة روزمان قاديروف اللي كان في كل مرة بدر كينشر صورة جميلة بقصور الرئيس المعروف بحبه للرياضة. أما بالمغرب فاسم بدر ديما كان مقتارا بالأعمال الاجتماعية ومساعدة الفقراء، من شراء أضحيات العيد لبناء الحجرات الدراسية في المناطق الفقيرة، أعمال خلاته يزيد يكسب حب الشعب المغربي اللي عرف جانب آخر جميل من شخصية الأسطورة بدر، ولا فعلا قدوة الملايين شباب المغاربة وحول العالم نظرا للمستوى الكبير والطريقة الفريدة دياله في اللعب. فخلال مسيرته الرياضية لعب 122 مقابلة ربح فيها 106 منها 92 بالضربة القاضية، أرقام مجنونة كتعكس الشراسة والخدمة الكبيرة اللي كانت عند بدر هاري وهو في طريقه للقمة كواحد من النجوم التاريخيين رياضة الكيك بوكسين. Раз посмотрим. Вот он. Как выждал момент, увидел эту самую дырочку и в неё направил этот. كانت هذه قصة الأسطورة المغربية بدر هاري. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو. كان معكم مروان. تهلاو.